في محافظة كركوك عبر إعلاميون ونشطاء مدنيون ومثقفون عن امتعاضهم مما حصل في مجلس النواب العراقي من إخلاف للوعود والاتفاقات السياسية التي سبقت عملية بدء التصويت على مواد وبنود قانون الموازنة بالضد من حقوق إقليم كردستان الدستورية ومن أجل أهداف ومصالح شخصية قصيرة الأمد. وندين ما حصل في اجتماع البرلمان العراقي أمس من خيانة كبرى بحق الحزب الديمقراطي الكردستاني من جهات معينة بعد الاتفاق المسبق الذي حصل على البنود والفقرات الخاصة بالموازنة، لكن ما حصل حقيقة هو بعيد كل البعد عن القيم الأخلاقية والوعود السياسية. براسي أما خيانة شترة أدريتا بال خيانة 16 أكتوبر بو حقيقة هذه خيانة أخرى تضاف إلى خيانة 16 من أكتوبر، لأنه رأينا في وقتها أنه بسبب حزب معين فقدنا 50% من أراضي كردستان من أجل مصالحهم ولم يفعلوا شيئا لتلك المناطق، لذا نحن متأكدون أنهم لا يفعلون شيئا لمحافظة السليمانية، وما فعلوه هو من أجل مصالح شخصية لا غير. بصراحة نستنكر بحدث في مجلس النواب حول التصويت على ميزانية 2023 اللي حدث بين الأحزاب الكردية بالذات، يعني اللي صار معارضة بيناتهم اللي لمسائل الشخصية مالتهم، فصار انشقاقات قوية حول مادة 14 اللي كان يحمون نفسهم في هاي المادة، بينما المادة لا أهمية عندها في الأقليم كردستان. نحن مواطنين كردستان كنا نتمنى أن يتوحد القوى الكردية في بغداد لينالوا حقوقنا المشروعة كافة في كما ورد في الدستور وكما ورد في البرلمان، لكن للأسف جانب من حزب من أحزاب الكردية انفرد بوحده وشوه الصورة الجميلة لإقليم كردستان أمام الأعداء والأصدقاء مقابل قليلة من المكاسب للأسف، وكان الأجدر أن يتفق مع القوى الكردية وكان يحصل على كثير من المال مقابل التوحيد ومقابل واحد كلمة الكردية، ولكن للأسف حصل ما حصل.